مساء الخير. النقد السياسي الساخر منه جديد بلبنان من ايام شوشو ومسرح شوشو وصولا الى مسرح الشانسونيه لكثير مسارح بلبنان لكل البرامج اللي قدمها المخرج شربي الخليل وغيرهم كتار. طبعا نكون عم ننسى حدا نحن عم نسمي. انا من النقد السياسي باخر فتره صار معروف اكثر على مواقع التواصل الاجتماعي وتخطى النقد ليوصل لتجريح وتنمر وتطول بالشخصي. ساركازم سياسي، برنامج سياسي ساخر، فكره اعداد وتقديم شربي بانطون، وببعض الحلقات بيستضيف طبعا سياسيين واعلاميين ووجوه معروفه. فشو العلامه الفارقه لهالبرنامج، والى اي حد مسموح الانتقاد وعدم كسر ما يعرف بشعره معاويه بين المزح والوقاحه؟ شربي البقنطون معد ومقدم ساركازم ضيف اليوم بنبض بيروت، ورح نحكي سياسه واعلام ونقد. شفنا هيك مقطع صغير من الجنريك تبع البرنامج. مساء الخير شربيل. هاي كيفك؟ عم رد لك اياها دغري سريعا. ما دغري كان لازم جيب بقلاوه معي، اتفقنا ولو بقلاوه ما جبت اجيت ايدك فاضي، بس طلع الكيلو 500,000 وكان عبي بنزين وجيب بقلاوه عبي بنزين تاجي. شربيل، الى اي مدى ما لازم نكسر شعره معاويه بين النقد والوقاحه والسخريه بمحلات معينه؟ اكيد كله مباح هلا، يمكن صار اكثر من قبل، بس لازال انك تقدم محتوى راقي ومرتب وبذات الوقت ناقد. ليك هو مش لازم ابدا تنكسر هيدي، بس ترجع للشخص المتقبل. يعني في منهم بيكون بيحملوا نقد اكثر من غيرهم، ففيك مش فيك يعني ما بيقدر الواحد يعرف قبل ما يتعرض له، بس انه اوقات بتعلي الدوز وبتقطع عندهم، وفي منهم لا، اوقات بتقول كب كلمه مثلا لا دغري وبيرفعوا دعوه وبيعملوا قصه طويله عريضه. فهي بترجع للشخص اللي عم تنتقديه او عم تحكي عنه. انت عم تحكي من وجهه نظر قد ايه بيتحملوا هن كاشخاص النقد، مش بيرفعوا دعوه. مش يعني انت من وجهه نظرك السياسيه اي طرف لازم تنتقد اكثر من الطرف الثاني. هلا من وجهه نظر سياسيه انا معروف اي اطراف بنتقد طبعا، يعني كتار ما شاء الله عليهم. هلا رح نسمع بعد شوي مقطعين عن كتار يعني ما شاء الله عليهم، بس ايه هن يعني ترجع لكل واحد قد ايه بيتحمل. يعني انا بجرب ما فوت كثير بالشخصي، بس اوقات يعني بالنهايه انت عم بعمل برنامج انا، فأوقات بيفلت مني أشياء، أوقات تكون كتير مثلا ملعانة من شغلة بيزمط أشياء، بس بجرب ما فوت بالشخصي، بجرب فوت أحكي دايما بالسياسة. بس إنه مثلا ما فيك إنه مثلا تكون عم تحكي عن حدا فنان مثلا صوته مش حلو، ما فيك إنه تقولي صوته مش حلو بيقول لك لا هي شخصيته، بس أنا عم بحكي عن الصوت يعني إنه بس لا، ممنوع تنتقد لا الصوت ولا الشكل ولا شيء، بتصير أنت خلص منحاز ومتطرف. مع إنه أنا بحق لي أقول إنه أنا ما عجبني شو عم بسمع. يعني إنه أنا بالنهاية عم بعمل وجهة نظر هيك، أول شيء كمشاهد وبعدين كشخص عنده أفكار سياسية معينة، وعم بعطي رأيي، ما بيلزم حدا ولا بيجبر حدا، ويمكن بكرة غير رأيي، يمكن بكرة تعمل حدا اللي عم بحكي عنه يعمل غنية كتير حلوة وشوفها واو وضلنا نحطها بالسيارة يعني. بس انه بهاللحظة بهالنهار اللي عم صور الجو هالأسبوع شو كان، هاي الغنية مثلا ما عجبتنا، هالصوت ما عجبني، هالكلمات الغنية اللي هو على المسرح ما عجبتني. شربيل، بلشت تقريبا اي مطا بفيديوهات بالسيارة، يعني امبارح حطيت شي ناشر قبل عن كيف خسر سعد الحريري مصرياته. صحيح. صحيح. كان فعلا لافت النقاد وهيك، فيه طريقة نقد لذيذة ومهضومة وسلسة وسريعة يعني. بس كيف بلشت الفكرة؟ بالقبل كنت صور فيديوهات بالسيارة، بعدين كيف قررت انه يصير بروجرام على يوتيوب وعلى فيسبوك على انستا على تويتر على وين ما كان بتنزله؟ عم وقع التواصل. مثل ما قلت انت، بلشت اول شيء بالسيارة بوقت الكورونا، اكثر شيء هي كانت بلش الزهق، وبلش اول شيء ما فوت سياسه، بلش اعمل اشياء كوميدي. بعدين شفت كل الاجواء السياسيه ضد الجو السياسي اللي انا بحبه، يلي انت منتمي له، فبلش اعمل فيديوهات. قلت انا خلص يعني ما بدي بقى، صرت اعمل فيديوهات وضربوا الفيديوهات. يعني في كم صفحه على السوشيال ميديا بوجههم تحيه، تبنون صاروا يحطوهم دائما بالفيديوهات. فبعدين بتقريبا بعد شيء يعني بعد شيء صار له سنه تقريبا، بعد هلا بعد شيء شهر بصير له سنه، بصير لك سنه، بصير له سنه مبلش بروجرامي. اوكي، اجى جروب لعندي ثلاث اشخاص وحكيوني ليه ما بتعمل بروجرام نحن بندعمك. انا ما كانت الفكره وارده، بس من هون بدي اجيب استوديو بدي اجيب تصوير يعني لبكه. ايه اكيد بدك. فبلشت معهم ماتيريال. صحيح، بلشت معهم، صورنا بعتقد شيء 12 13 حلقه،
وبلشت ضيوف معهم من ورا هون، بلشت يعني ستيب باي ستيب. بعدين صار خلاف صغير انا وياهم من ورا من ورا الاو تي في صراحه، وقت طلعت خبريه انه بدهم يسكروا الاو تي في، فعملت سكتش عن هالخبريه يعني مش سكتش. زعلوا هدول الاشخاص؟ زعل ايه، حدا منهم زعل كيف تنتقد الاو تي في، عملت له انه عادي مثل مثل غيره. هني الاو تي في ما زعلوا يمكن قد ما هو زعل، على كل حال وجهت تحيه ما في مشكل. فقلت له لا ما بشيله، كان بده يشيل الفيديو، فقلت له لا ما بشيل الفيديو وانفصلنا. فرحت عملت لحالي، ويمكن كانت اذا بدك النقطه الاساسيه، لانه هونيك صار في اظهر عند الضيوف، صار في روح عند اشخاص ما كنت، كنت شوي محصور قبل. وكملت وصاروا يحبوني اكثر، وصار هلا ما بعرف اذا بحبوني يعني، بس انه لا صار تشتهر عدد الفيورز وعدد الشيرز وعدد هيدا بيشوفوا حتى. بس في ناس انتبه شربل من مدرسه الاعلام يلي بتقول انه حتى لو انتقدوني يعني انا عم شكلهم حالي. انت شو رايك بهذا الموضوع؟ يعني حتى لو انتقدوك او حتى لو هاجموك، بس بذات الوقت عم يحكوا عنك بالمنيح او بالعاطل، انت مع هالفكره؟ لك هيك اكثر شيء بعتقد بالفن بيعملوها، لا حتى بالاعلام هلا بالاعلام هلا صايت هي مش هدفي تقشرهم وقت كنت عم بحكي عنهم بلا هدفك زكزكهم. لا بس انت تنشهر، انت تنشهر ايه. انشهر من وراهم ان بركي انك تعال يعني حرزانين، عرفتي انه اذا انا بدي انشهر من وراهم منيحة، ما عندي مشكلة يعملوا شيء مفيد لالي بالاقل. ما عندي يعملوا شيء مفيد بالحياة ابدا، فانشهر من وراهم مش مشكل. هلا بدي اشوف مقطع عن موضوع العشرين الف ليرة بليز رينا، اذا فينا نمرقه. خبرونا انه بدهم يطبعوا عملة المليون ليرة، مليون ليرة فرد شقفة. هلا بليز 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 مسيو رياض، خليها تكون خي مثل الدولار، حجم الدولار هالقد عارضة هيك، ومش تعملوا لنا اياها اعرض بعد من 100,000، لانه بوشيتاتنا ما بتساع. عم يطلعوا براتا خي، لحد يحط بوشيت، يعني حزب بعد مدة رح يصير نحن نحمل الزدين نحن. فاعملوا معروف تكون هيدا، بس انا عندي اقتراح. ليش ما بترجعوا بتطبعوا من الألف للخمسين ألف، بس طبعوهم بديزاين جديد، يعني ديزاين جديد عملوه مثل الدولار، يعني كيف الدولار بحطوا صورة رئيس جمهورية قديم، انتوا مش ما تحطوا صورة رئيس جمهورية، مثلا على الألف حطوا صورة رياض سلامة، على الخمس تلاف حطوا صورة مثلا سليم صفير، على العشر تلاف حطوا صورة وليد جنبلاط، على العشرين ألف حطوا صورة نبيه بري، وعلى الخمسين ألف حطوا صورة رفيق الحريري. لا مش انه بعرف بدها تكلف مصاري وهيك، بس انه عن جد تنعاز، يعني تخيلوا ليك شو رح يصير، وبيطلع اكتر من 20,000. بصير مثلا نطلع فيها هيك 20,000، كتبي عليك صاير بتسوي سرمايه. شربل هيدا كان دوز قاطع نوعا ما يعني. ايه كملت يعني انا شوي انه انه انا بحكي، انا دائما بحكي مع المخرج هون وين ايه ايه في المخرج ايه، بس انا ما في حد كل الحلقه قطشت شوي منه، بس انه كان نوع من التعليق. طيب ما عليه قد ما عاملين فينا هن، ما عليه ماشي هيدا عن جد ماشي، قد ما عاملين فينا قد ما نحن معينين منهم، معلش انه اول شيء الكلمه بتقطع مش هالقد، هن بيقولوا اكثر اصلا، كان مجلس نواب بيقولوا اكثر. لا لا بعرف و... لا انا الفكره كلها ما شيء كثير قليل عليهم يعني، ما بعتقد حسوا فيها اصلا يعني. يمكن ضحكوا اذا حضروا. هي قصه انه هيك بنشيل ال 20 لها اف يعني، فيها نوع من اللي هيك التخيل يلي حلو. بس مثلا شربل تلام انه انت على طول ما بتنتقد ابدا الجهه السياسيه اللي انت بتنتمي لها، وعطول بتشوفهم بمحلات كتير عالية. هلا يمكن الكل ما بينتقدوا الجهة السياسية اللي بينتموا إلها، بس هذا الشيء ما بتحس إنه يعني بحجمك أكتر من إنك تكون قادر تنتقد الكل؟ ليك هلا ما بنتقد، هلا أنت عم تعمله عن اقتناع أكيد. إيه إيه أنا ما بنتقد الجهة السياسية اللي بنتمي إلها، لأنه ما شاء الله كل هوديك عم ينتقدوها، فدا اجي انا يعني امشي معهم يعني، مش امشي معهم يعني، في عندهم جماعتهم خليهم هن يدفعوا مصاري وخليهم ينتقدونا. انا ما بدي هلا بالدوائر الصغرى بلا بنتقد، بس انا ماني مضطر اطلع على على السوشيال ميديا واحكي عن شيء بمس الطرف اللي انا مقتنع فيه. هلا وقت بقطع يعني مثلا من زمان، اول ما وقت كنت عم بعمل مثلا حكي عن النايب ماريو عون، وقت حطوا له صوره بالبروتال عامل سكتش عنه، حكي عن جبران او وقت بجبران بحكيهم شوي على بوزيتيف اشياء، عن جنرال مره حكي انه وقت شفت ساعه كنت واقف على عن فخامه الرئيس، عن فخامه الرئيس كنت واقف على بخط البنزين وحاطين صوره كبيره ب بقرمه بمزرعه يشوع للجنرال، وخط وخط الناطرين، انه قلت لهم مين بيقول ان الجيران مش شايف شعبه ليكو كيف
شايفنا يعني بعملهم بس انه مش بالاجريسيفيتي، بس بطريقه نقد ايجابي. ايه مش بالاجريسيفيتي اللي بعملها هوديك، لانه هوديك ما شاء الله عليهم يعني، يعني عندهم كل هالتلفزيونات وكل هالشباب وكل هالهيدا ومع المصاري يدفعوا يجيبوا عالم مش مقتنعات تحكي عنه. باخر حلقه كمان عملتها هيدا من يومين نزلت بعتقد، رديت على ما قاله البطريرك الراعي الكاردينال مارشال بطرس الراعي بقصه رئيس ينتشلنا من القعر. واليوم كمان قايل شيء جديد خاصه بانه نحن مش مسموح بقى نتاخر بالنفط والغاز، وهناك جو غير مهيئ لانتخاب رئيس وعلى طول التجديد على انتخاب رئيس. رديت عليه انت بهالموضوع، ما بتخاف شربيل انك تنتقد رجال الدين؟ بلا، انا في عندي اذا بدي ثلاث اشياء قد ما فيي بجرب ما انتقدهم، ثلاث هيدا اللي هن قدام الطيار، اللي هن دول الخليج، واذا بدك الاشخاص الدين يعني رجال الدين. رجال الدين بس اوقات بتضطر يعني بكون في حدث معين مجبوره ترد، يعني مثلا مثل قالوا غبطه البطرك انه طب انه ما رح ينبلع، يعني انه قاعد عامل خط احمر على رياض سلامه وبتستقبل فؤاد السنيوره بالاحضان ونبيه بري حبيب قلبك وما بعرف شو جاي تقول لنا انه بده يشيل، مين بده يشيل لبنان من القاعات؟ ما اول شيء شيل انت الخطوط الحمر وهالاستقبالات لهالشباب اللي هن اساس مشكله البلد. وبعدين يعني برجع بقول لك بعملها بحكيها عن اذا بدك عن مونه او اذا وما بعرف يعني بالامليه، مش انه انت تجرح لانه بعده تابو بلبنان هذا الموضوع 100%. انا لانه كمان ما بدي فوت بهالجدال، بضل يعني بضله رجل دين عنده هيبته هذا، بس انه ما فيك تسكتي مثلا هيك موضوع يعني. ما بتعتبر شربل انه لما رجل الدين بفوت هالقد بزوري بالسياسه بيصير معرض للانتقاد مثله مثل حلال شخص بلا أكيد. بالدين وبمسائل الدين يمكن ما لنا حق نتعرض له، بس لما بيفوت هالقد ان بالسياسه ما بيصير مثله مثل اي شخص أكيد معرض أكيد. للانتقاد مثل مثلا حتى سيد حسن وقت انه عم فايت بالدين بيزعله اذا حدا بينتقده، لا انه اذا بدك تحكي سياسه بدك تتلقى انتقاد بالسياسه، اذا ما بدك تحكي بدك تحكي بالدين اللي بيفهم بالدين واللي شو اسمه عنده مشكله بالدين بيحكيك بالدين، بس بدك تحكي سياسه بدك تتلقى انتقاد، يعني خلص صرت مثلك مثل حيلا شخص ثاني سياسي بيحكي دين، بس انه انت عندك غطا ديني. هون عم نطلع منه صرنا، يعني خلص صرنا عم نشوف ردود، بطل في بعده شوية تابو بس انه زادت الردود، لانه كمان زادت يعني العلنية اذا بدك بالمواقف صارت كتير واضحة. فما لا انه بعد في شعب مش قبلين هالشي، بعد في شعب بحب رئيسه، بعد في شعب مقتنع بالرئيس الموجود، بدهم يعرفوها. يعني في انتخابات صارت وبين مين، انتخابات نيابية الأخيرة، انتخابات نيابية الأخيرة، وبين من بعد كل المليارات اللي اندفعت انه عندك شعب بعده ما بأثر فيه كل شيء في أموال، ما بأثر فيه كل شيء في إعلام. فبقى بدكم تنتبهوا بالنهاية بكركي بيروح بيصلي فيها العونة والقوجة والكتائب والمرضى والأحرار والكتنة واللي ما مش مع حدا والثوار كل العالم. انت شعبك للكل، فلازم تضل جامعة برأيك بكركي؟ اكيد لازم تضل جامعة اكيد، يعني اذا ما بضل جامعة بكون يعني فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن الدولة ايه، بس مش تطلع بس ببكركي كمان، لا يعني ما فينا يعني الحل الشامي برأيك هو كما يقول التيار الدولة بس المدنية، بس انه بدهم كل يعملوها. يعني ما فيك اذا بدك تحكي عن شغلة عند رئيس مجلس الوزراء بقيم الايام المفتي، اذا بتحكي عن شغلة بمجلس النواب بقيم الايام رئيس مجلس الاسلام الشيعي الاعلى، اذا بتحكي كلمة عن ما في بس مثلا البطرك هو لا انا بدي اكون منزه، عند واحد بيحكي عليه والمعه ما بيقدر واحد يكون منزه وهوديك لا هوديك ما فيك تدقي بشيء، يا الكل بدهم هيدا وهيدا اللي لازم يصير، يا انه ما فيك تعترضي انه بس انت سكوت لا هوديك انتم خليكم عم تحكوا. شربل شو رايك بالبرامج السياسيه الساخره الانتقاديه يعني النقديه يلي هلا موجوده على التلفزيونات او حتى على اليوتيوب شانلز؟ على التلفزيون صارت قليل يمكن هلا بطل فيه. ايه مزبوط، هو مع السوشيال ميديا بعد الانتخابات الثانيين بطلوا عم بمولسوا ووقفوا ميديا. هلا ركود اصلا، انت قلتها بحلقتك انه بتحس ما في اخبار رواق كثير. ايه من ميلتين يعني، لانه مصاري وقفوا خلصت الانتخابات واللي بدهم يدفعوه دفعوه. من جهه ثانيه في برامج ما بعرف شو، في برامج سياسيه، في برنامج شرب الخليل انا اللي عم بشوفه حاليا يلي على التلفزيون اللي هو على الاو تي في، الباقيين عم بيكونوا على السوشيال ميديا. لا في طبعا كمان طبعا دالي احمد بس ما بحضره، ف انه هول البرنامجين
في على السوشيال ميديا اكثر. على السوشيال ميديا مش ضروري يكون برنامج، يعني على السوشيال ميديا حاله واحد يعتبر حاله انفلونسر، بيطلع بيحكي شو ما كان وبيسب وبيشتم، ويعني في تفاصيل. وفي اوقات يوصل فكره حلوه مش غلط، يعني اوقات يعني اوقات بيطلعوا بيحكوا بيعملوا فيديوهات كثير حلوه، مش ضروري يكون عنده بروجرام كامل يعني. ف ليك في منه عم بروحوا شوي لو او كثير لو، يعني عم بفوتوا تجريح ومثبات وهيدي، وفي منه عم بكونوا على ليفل معينه، فمش غلط. حلوه مش حلوه مش غلط، ما في يحكي عنه انا منهم. لا 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 معناه ليش سالتك بالاول شو يعني شعرت معاويه لازم نفصل بين ان ننتقد ونسب ونقلل تهذيب وبين انه نكون نحن عم ننتقد لانه نحن حرين، هيدا بلد حر وديمقراطي وحق كل انسان انه ينتقد من ما بده. ليك برجع بقول لك بالشانسونيه لما تشوفي مسرحيه شانسونيه في منهم بالشانسونيه بيسبوا وبيحكوا كلمات طالعة ونازلة، بس هذا مسرح في ناس معينين بيروحوا بيحكوا. لا لا بقول لك في عدة غير ما تكون عم تتوجه لجيل جديد بكامله عم تشربوا هيدي المفاهيم. لا بقول لك عم بعطيك انه بال 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 بالساركازم بهول برامج كمان في عالم بتروح للاكستريم، هون المشاهد هو بقرر، يعني بيحضر حلقه اذا ما حب ما راح يكمل، عرفتي؟ يعني اذا في مسبات وهو ما بحب المسبات ما راح يكمل، اذا حسيت سمع مسبات راح يكمل. نفس الشيء مثل المسرح، اذا انت حضرت المسرحيه وتفاجئتي يمكن ما ترجع تحضري مره تانية، بس انه اذا لا حبيتيها رح تروحي تحضري. فبكل شيء في عندك من تحت لفوق. انا بجرب كون بالنص، عم بحكي عن حالي، انا بجرب كون بالنص، بجرب وصل لطشي قد ما فيه قويه، بس بلا ما استعمل تعابير ومسبات والفاظ نابيه بقولوا نابيه. شربي اللي استضفت كتير كتير اشخاص، يعني استضفت ناس مع الخط السياسي اللي انت بتأيده وضد الخط السياسي اللي انت بتأيده، وفي ناس كمان كان في هيك كونفلي يعني صار مؤخرا بين ونواه بين التيار. كيف كانت تجربتك بالضيوف؟ كيف على اي اساس بتنقي ضيوفك وبتقول انه انا بدي اجيب هلا الاعلام الفلاني او السياسي الفلاني او الشخص الفلاني؟ وقد ايه بتتعرض لانتقادات من جمهور التيار وقتها بيكون شخص مش عزوقن 100%؟ ليك على اي اساس نقل ضيوفي؟ حسب، يعني في اوقات بيكون حسب الحدث مثلا، في اوقات بيكون حدث، بس اوقات كمان بنقي الضيف انا جرب ما يكون طالع كثير، يعني ما يكون على التلفزيونات كثير. يعني مثلا في اشخاص ما فيك مثلا مثل غسان سعود اسم الله عليك، بدك تاخذي موعد من اسم الله عليه، بدك تاخذي موعد منه يعني قد ما كان عم يضلوا على التلفزيونات بعد جمعتين ثلاثه صح، فبده يضلوا على التلفزيون، بس انه بجرب اتحاشى الاشخاص، يعني بجرب اجيب اشخاص مش اطلع عالم، اشخاص مش كثير بيطلعوا على التي في ومقابلات كرمال يكون في شيء جديد انه يحضرون. هلا ايه بجيب اشخاص، هلا بعد ما جبت حدا اذا بدي كثير اكستريم ضدنا، بلا انه كان في يمكن ماريو باسيل، بس انه مش كثير ديب سياسي، حكينا سياسي هيك يعني. بس حتى من هيك اشخاص يعني مثلا مثل ماريو، مثل جاد غصن، حتى مثل رواد مؤخرا، رواد ظاهر، رواد ظاهر تحيه زميلنا وجاد كمان اكيد كلهم كانوا كانوا زملاء لهم هون. فا ايه اكثر شيء انا قبل ما يوصل على الضيف انا بكلم سوري ما راح نحضرك، سوري ما راح نشوفك، سوري ما بنحب ضيفك، ما راح هيدا. ليك هالقد التيار يعني اذا بدك حاسين بالغبن قد ما تعرضوا ل يعني لحرب إبادة وحرب كونية إذا فينا نقولها ثلاث سنين، مش هيك ما عبالهم يسمعوا وجهة النظر الأخرى. إيه ما عبالهم لأنه هن ما بدهم، يعني مش إنه عم بيمثلوا إنه هي يعني هن هالقد مجروحين ومش عبالهم يسمعوا إلا حدا بيحكي باسمهم. صحيح، وزهقوا من نفس الحكي، يعني كل الأشخاص عم يحكوا نفس الشيء، يعني هيدا النقطة عم يحملوا طرف واحد كل المسؤولية. مش بس هيك بيحكوكي بالنقط هي ذاتها المعينة، يعني بتحس مثل كأنه حدا بعت له واتساب كلهم بدهم يحكوا جروب واحد عاملينه. إيه احكوا عن هيدي العالم قرفت، يعني عم بحكي عن جمهور طيار قرف وتحمل كتير وما كان عنده اذا بدك، مشان هيك جمهور طيار بيقيم قيمته اوقات على اعلاميين عندكم بالاو تي في، بيقيم قيمته علي انا اوقات انه ليش بتجيبوا عالم ضدنا وهيك، انه هلا في بارت ما حق فيه انا وقت يشوفوني بيقولوا لي ليك مش عم تقوي كثير بدهم اكثر، يعني فتق انه قديش قلبهم هالقد في قديش قلبهم مليان هالقد في محقولين، بقول لهم يا عمي انه بالنهايه انه بالعكس هيك توصل مسج احسن وبتوصل لهم مسج، اذا كنا كثير اجريسيف ما راح توصل. ففي بارت ما هون حق فيه، بس في بارت كمان عم بيظلموا فيه، يعني عم بيظلموا خاصه لما عم يحكوا عن التلفزيون شربل، يعني صحيح. ما في اخر شيء المحاور يصير يحاور حاله، يعني صحيح صحيح. انا قبل ما كان عندهم مشكله بس على تي في لما تطلع اكس وواي، لانه حتى لما كان ضدهم بس لانه كنا بغير جو، هلا صار في هيدي يعني شوي بس يخففوها، يعني عن جد
قاسية عم بتكون وظالمة. طب ما اقول يعني نحن بمحل اخر شيء الواحد اذا ما استفز انا وجه من هون يعني لا. بس انا قلتها بمقابلاتي معك يمكن ومع حدا تاني كمان. اذا ما استفز ذاته شوي صغيره للشخص اكيد بكل الاحترام والرقي، بس ما بيطلع شيء بصير اخذ عم يعمل مؤتمر صحافي، وهذا مش من ادبيات الاعلام. صحيح. شوف الـ تي في، شوف الـ بي سي، شوف كل التلفزيونات هوديك كلهم اعلانز سزار ابي خليل جبران كلهم بيطلعوا عليهم بيطلعوا بيعطوا وجهه نظرهم. والمطلوب التنوع والمطلوب الحنكه بكيف نستخرج السؤال ونطلع. انا بقول لهم لازم يجيبوا هيك، لازم يجيبوا اشخاص من غير جو، لانه اعلاميين بغير محطات ما راح يسالون الاسئله اللي بيسالونها اعلاميين. فما عليه انه بس هيك شوي بعرف ثقيله، بس انه شوفوها هيك اكبر من ما هي القصه. هو لارج بلان لازم تشوف. استضفت شاربي الاشخاص مثل الي اسود، مثل جورج اعرج، مثل عباد زوين، وكنت عم شوف على الفيورز انه كانوا جايبين عدد كثير كبير. قديش هدول الاشخاص بتاريخهم بالحرب اللبنانيه اغنوك واعطوك هيك يعني اعطوا حلقاتك مزيد من اذا بدنا هيك المصداقيه، وانه اشخاص يعني الناس بتحب تسمعهم. صحيح. ليك انا وقت بلشت البروجرام وقت صرت بالسيزن 2 انت بالسيزن 1 ما كنت عم تستضيف حدا. بلا كنت عم بستضيف، بس انه كانت قال له كنت بده يجي لعندي على الاستوديو، ما كان في امكانيه انا اروح لعنده. هلا صرت فيك انت تروح اذا شخص. فبلشت قررت انه بلش اعمل حلقات عن قديمه، كلهم بيقولوا حش تفتح، ليش تفتح بتحب تفتح جراح قديمه وما بعرف شو. بقول لهم لا، هذا تاريخ، اذا كل واحد مستحب تاريخه انا ما لي علاقه بتاريخكم، انتم تاريخكم مجوي، هيدا انتم مش انا. فقررت بلشت اذا بدك اول حلقات مع استاذ اسعد شفتري. نعم. وقت اف شفت انه ضربت، يعني كانت اكثر حلقه جايبه هالقد الناس بتحب تعرف تاريخ. ايه. بعدين جبت زميلكم السابق جورج ياسمين، كمان جورج انه بتحكي معه هلا وبتحكي معه اشياء قديمه. جورج اكيد استاذ جورج كمان مرجع يعني بالتاريخ وبالسياسه القديمه وبالحرب وبكل هذا التفاصيل. صحيح. وكملت هالستايل وكمان اذا بدك استاذ جورج عرج وهونيك اذا بدك انفجرت الخبريه هوني، يعني لانه حكي كثير اشياء استاذ جورج. بوجه له تحيه كمان. حكي عن كان ضد بشير، اجريسيفيتي كانت ضد بشير. انا فاجأتني وفاجأت المشاهدين امور الاحرار والمعركه يلي صارت. اكيد ما في حدا ينساها. اذا بتطلع يعني الان ما بحضر برنامجي مع حدا، انت بتعرفي يعني ما بحضر الاسئله قبل. ايه لا فعلا معك ما بقول لك شو بدي اسال، تحرجنا دغري مباشره. ما بتحضر طيب اخذ منكم شو لما تحضروا تتهربوا هيك. وحكي عن الطيونه اللي هي ضربت. صحيح. مشكله الطيون رجعوا طلبوا ورا سمير جعجع وهيك، ومكمل فيهم يعني. رجعت استضفت استاذ عباد زوين، استضفت حتى روي اسمه ايه صح. هو مؤرخ وحكينا عن مجزرة اهدن كلها. كتير كانوا كتار عليه. فمكمل يعني هلا لقدام في كم حلقه رح جرب شوي. مين الناكست اللي ناوي تستضيفهم؟ في كذا حدا بس بعد ما صار فاينل. نحن هلا اكيد في عن اربع اب رح يكون في حلقه طبعاً. عن اربع بعد حوالي اسبوعين من هلا، فبركي نكست ويك نصور رح تكون حلقه حلوه ان شاء الله. رح تعمل شيء خاص بالموقوفين وبهيك يعني؟ رح تعمل شيء ما بيشبه يلي بينعمل دائما؟ رح جرب يعني. بالنهايه هي اساسها مش اساسا انساني رح يكون، هيدا قصدي. شو رح يكون انساني سياسي انت؟ اساسا نجرب نوصل للحقيقه، مش نجرب برق عالم او نجرب نضغط يتبرق عالم او ينحكم عالم. نجرب نعرف حقيقه، لان بالنهايه اهل الشهداء هن المجروحين اكثر شيء، هن اللي بدهم يعرفوا الحقيقه. واذا بدنا نضلنا هيك القاضي بيجي بينام وعالم قاعده باشخاص ملقوطين موقوفين واشخاص ثانيين بيروحوا بجزروا قدام الدار وما ما معتقلين بالاحرى العباره صارت، لانه انه مش منطق هيك ما رح نوصل للحقيقه. بتعتقد رح نوصل للحقيقه شاربيل مثل كل شيء بهالبلد؟ لا ما بتقدر اكيد ما رح نوصل للحقيقه. انت عم تحكي مجزره طويله عريضه، طاروا مصريات 4 ملايين لبناني، مش قادرين نوصل للحقيقه. بدهم يأثروا فيهم هولي كلهم، 200 شخص، 200 شهيد. ما هي شو الحقيقة؟ هالقد الشعب اللبناني رخيص بالنسبة بالنسبة للمنظومة، بالنسبة لهالمنظومة اللي نحن عايشين فيها من 30 سنة لهلا. أكيد رخيص. برجع بقول لك مش كل المنظومة، في أشخاص بالمنظومة، بس الأشخاص القوية بالمنظومة هن والمازالوا متحكمين بالبلد. أكيد والمازالوا يتلقوا الدعم الخارجي. حتى الاجتماعي الجنائي أنت متوقع نوصل لمطرح؟
تدريجي بكره 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 مليون حجه بيطلعوا تدريجي بكره ما بعرف يعني عم بعطي افكار انا بكره بيستعملوهم يمكن بكره بيطلعوا لك الشركه انه عندها شي مكتب باسرائيل او الشركه عم تتعامل مع ايران او شيء يعني كل يلي قالوا فخامه الرئيس يعني يمكن مصدر الثقه الوحيده بعده هو يلي بيقوله فخامه الرئيس شو كان انت كشخص ناقد سياسي لماذا كل هذا يعني كل ما حصل من تجني على عهد الرئيس العماد ميشيل عون انت بتعرف انه الرئيس وصلاحياته المحدوده جدا يعني رفيق الحريري الله يرحمه الشهيد رفيق الحريري بكل المراحل هو يلي عمر وهو يلي بني مش ليس الهراوي يلي بني وعمر صحيح. كمان الله يرحمه بس ليش هلا كل صب الغضب وكل الانتقادات هي على عهد الرئيس العماد ميشيل عون ليش ما منفرق وما منعرف نفرق او المطلوب انه نكون هيك لانه ميشيل عون والطيار ما معه المصاري لا معه المصاري يشتروا اعلام لا معه المصاري يشتروا اعلاميين ومنهم يعني مثل ما قلت انت بس لما يكون شيء منيح بيكون رفيق الحريري عامله بيكون رئيس الحكومه بس لما يكون شيء عاطل بيقولوا لك تجنيس بيقولوا لك ليه سهراوي بس شو اسمه البنا رفيق الحريري الازمه الاقتصاديه بيقولوا لك ميشيل عون طب انه لا بكون تقرره او في عهد من ايام ليس هراوي لهلا هو عامل هو عمر ليس هراوي قبل ومن بعده ايميل لحوت كمل وهلا مش هسامين ما عمل شيء وميشيل عون رجع كمل او لا بكون تقرره ما فيكم الاشياء اللي هي الصلاحيه لرئيس الحكومه يا هي رئيس الجمهوريه هي نعرف صلاحيه رئيس الحكومه مجتمعه يعني هي ما بدنا نختلف عليها هو اتفاق الطائفه من العظيم يعني ميديا يعني بتشوف محطه بتكون معي تاني نهار تبرم عليك يا خي انه شو صار بهالليله اللي نمتوا فيها وعيتوا لقيتوا حالكم صرتوا ضدنا يعني هالقد المصاري اصبحت كل شيء بهيدا الحياه مش كل شيء بس شيء اساسي بتغير بمبادئ وبتغير بقيم بشكل جاي قدام المصاري بتغير بقيم وبمبادئ بكاملها في عاده بدنا يعيشوا التلفزيونات هودي كمان بدنا يعيشوا التلفزيونات هودي بدي اشوف مقطع فيديو لان هون بدنا نفتح لها اكيد بليز رينا كمان مقطع يلي خاصه به مش رح اقول خليها سيربريز ابتداء من احد الجاي رح نكون معكم بنقل مباشر لقداس الاحد من دار معراب برئاسه سيافه شو نيافه سيافه نيافه سيدنا سمير جعجع شو مخرج لا مش مخلبط بس مش عم لاقي التعبير شو بدي اقول عنه ليه مش معرف شو قال ليك شو قال سمير جعجع الانتساب للقوات رسالة سامية ومهمة جدا فهي تشبه رسالة الرهبان عند دخولهم الى الدير سيد سمير هلا مين سامية وشو خص سامية بالقوات ليك لحظة نحن كنا بأنطوانات وحدة وضايعين فكيف سامية وأنطوانات هلا اتنين سوا على كل حال أنطوانات بليز من اليوم وطالع بدنا منك كيف بتنزلي مثلا اخبار سمير جعجع اليوميه بدنا منك تنشرين لنا اي متى في رياضه روحيه بدار معراب اي متى في اداديس بدار معراب اي متى بيصلوا المصحه بدار معراب وخرج انت متخيل كيف جماعه القوات يسلحوا اليوفو يلبسوا طوب بس بعطوا لك هون صليب هيك هيدا الصليب النازل بيكون مشطوب يعني ما طب في حلوه لا ما لا انا حلو انه كفكره لا انه بيلقوا بدهم ماشي انه ماشي حال لا هيدا هي نيافة قداسة سياسية بتعرف شو بدك تقولي له راح عم بالي الحديث بالاخر يعني تذكرت قول الحديث بالنهايه بس انا ليك انا هول البرامج هيدا الساركازم فشت خلق لك ايه وما بحضره يعني بكتب مثلا لفتني شغله بحط الصوره عندي وبحط انه بدي احكي عن هذه الشغله وبسترجل فيها مشان هيك اوقات بدي ارجع احضر في كتير اشياء بقول اه يا ريت بس انه على امل شي نهار يكون عندي فريق اعداد كبير ونعمل برنامج بس هو هيك احلى انه الواحد يرتجل ايه بس انه يسكيب اشياء انه في اشياء مثلا بتكون اه يا ريت قلتها هيدي ليش برايك على طول القوات اللبنانيه بتحب تستعمل هذا التعبير التشبه بالرهبان والتشبه بالحياه النسكيه
والتشبه بالقصص الخاصة بالقديسين والقداسة، ويلي دايما كانوا يربطوا حتى قبل خروج سمير جعجع من الحبس كانوا يربطوا القديسين بالقوات اللبنانية. صحيح. وكانوا يحسسوا دايما من أيام الجامعة أنه التيار لا هن الجماعة يلي بدون الدولة العلمانية يلي منن هالقد إن مسيحيا. ايه ما بعرف عندهم اياها يعني. ليش هيدا؟ تطرف المسيحي بيجي بيقولوا لي دعان اسمك فيك مثلا، مينك انت اللي دعان اسمك ليش فيك؟ ليش هو مار شربي للقوات يعني؟ بلكي من البيو لسمير جعجع مش عارفين يعني انه غريبين، عندهم هيدي العقده، عندهم يعني اذا بتحكيهم عن الصليب المشطوب، لا صليب مشطوب ما بعرف شو، بس اذا بشوفوا صليب ما بعرف شو ثاني، ليك هو كيف عاملين يا اخي، انه خلص انه ليكوا انتم بدهم يفهموا شغله، بدهم يفهموا شغله القوات، انتم منكم احسن من غيركم بشيء. لا بالعكس يعني اعلى واحد فيكم قد اوطى واحد بغيركم، بدهم يفهموها انه ما فيكم بقى تعايروا العالم، يعني شفناكم 4 5 6 مليار دولار دفعتوا كرمال جبتوا زبطوا اربع نواب واربع نواب خلف فيارات نواب قوات، حالكم تعرفوا انه الارض بلبنان منا ارض قواتيه، خلص العالم منا معكم، العالم ما بتحبكم، هل قد عددكم والزياده اللي زبطوها هيدي زياده طبيعيه، بالنهايه في عندك بين 18 وال 21 هول عم بيكبروا عم بيزيدوا على الانتخابات. هلا رح يقولوا لك هيدا رأيك، لا القوات عندها شعبية وعندها تنفيذ. أنا ما أقول ما عندها شعبية، بس عم بقول يعني 4 مليار، أنا لك إذا بيعطوني أنا 4 مليار هلا طلع معي 30 نايب تعمل أنت لا طلع معي 30 نايب يعني 4 مليار تزيدوا 4 يعني كل يعني تخيل بس احسبيها مرة عملتها سكاتش أنا كل نايب مكلفهم مدري كم مليون دولار هو يعني سوري بس إنه بيسوى نقلة إنه مع احترامي للكل بس لا في نواب ما حدا بيعرفهم يعني إنه عم تتخيل هاي الاربع مليار هن عم بيعترفوا فيها وعم بيحكوا عنا والسعودية حكين عنا وغير بيجوا من تحت والمصريات بيجوا من تحت، يعني كل هالحملة عملوها كرمال يزيدوا اربع نواب، كل هالبلد خربوه كرمال يزيدوا اربع نواب، مشان هيك نحن وقت نقول خسروا القوات اوكي يمكن زادوا عدديا بس خسروا، هن متوقع يعني سمير جعجع كان متوقع يجيب اربع نواب زيادة كان متوقع يجيب اربع نواب زيادة، انا بقول لك سمير جعجع اكيد كان فكر ب 30 وطلوع وكان نايم عليها ومطمنه وحطتها في جيبه وواعد الكل فيها. بيستعملوا فكره الاصوات التفضيليه انه القوات اخذوا اصوات تفضيليه اكثر، وطبعا لعبه الارقام يلي ولا مره كانوا ناجحين فيها للاسف. بعضهم مش شاربين. شو بدي احكي عن الارقام؟ مين افضل، مين اكثر ضيف هيك حسيت برياحه انت وعم تستضيفه، حبيت معلوماته من السياسيين من الاعلاميين من الكل، مين اكثر شخص حسيت براحه معه، مين اكثر شخص اكتسبت منه معلومات؟ فيهم يكونوا اكثر من شخص. فيوني يكون اكثر من شخص. لا ان شاء الله انا وين خبرتي متواضعة على ليك عن جد الكل يعني كل واحد مميز وكل واحد بعد ما في عن جد بعد ما في ضيف قلت يا ريت ما جبته هذا الكل بدي اسالك اياه بعدين في حدا ضيف ما في حدا قلت يا ريت ما صادفته بالعكس يعني من اول ضيف اللي هو كان جهاد سلامي بدي اوجه له تحيه اللي اجى ما بيعرفني اول حلقه لإلي وكان الكونسبت كله غير كان نص ساعه البرنامج لاخر ضيف اللي كان رواد ظاهر هلا جمعه الماضي كلهم بدي اقول لهم ثانك يو والحلو انه كلهم بعدين صاروا بحسهم بيعرفوني يعني انا اوقات بتصل بالعالم انه ايه ولا انه بدك انه شارب الابط ايه عرفت انه لا السوشيال ميديا مجالها كثير واسع انا ماني عارف حالي يعني بعد قد ايه لانه طاف يعني واحد شيء جديد وما بعرف تبلش مش شغلتي يعني ما بعرف يعني ومش تي في طالع بدها تقولي انه عندك جمهور لهيدا الحمد لله بس كلهم يعني عم تحكي اسعد شفتري بتاخذي منه اخبار ما حدا بيخبرك اياها غير يعني عم تحكي من شخص كان موجود كان رئيس جهاز امن يعني صح استاذ اعرج عم تاخذي وجهه نظر كمان كان رئيس امن للاحرار استاذ عباد زوين تاريخ يعني كلهم ما بدي اجوجي اسمين حتى العميد شامل روكوز يعني حكيت انا وياه سالته عن النهر البارد العميد نسيت اسامي ما بدي مش هيك انا بحفظ الاسامي لانه بنسى فايز كرم كمان حكيته عن اتهام العمال يعني كنت انا بدي اساله وخايف ما بدك ما بده يحكي هذا موضوع محرج طبعا انه لا اللي سال بدك اياه يعني فوقت قعدت نعمل كات بتعرف بتقطع الكهرباء او شيء بقول له بعد عندي هيك هيك عندك مشكله احكي فيهم بقول له قال لي لا مثلا احكي فيهم كلهم عن جد كلهم يعني حتى صدفت اشخاص منهم معروفين اذا بدك اعلاميا او منهم معروفين منهم سياسيين حكينا مثلا عن التسويق وعن الماركتينج وعن الاعلام والاعلان كله يعني وعم جرب زيدهم شوي هول الحلقات البرات الهيدا رح جرب شوية فن كمان مثلا العظيم سامي خياط كمان سامي خياط عن جد
بتفكر تستضيف فنانين صف اول؟ بتعتقد انه بيقبلوا يكونوا ضيوفك؟ هلا انا بستقبل، ايه بستقبل، هن بيقبلوا ترجع لهم، انا ما عندي هالعقده يعني هيدا، بس ايه بحب يعني انا بتابع فن، لانه بتابع فن وبتابع رياضه يعني. حتى مين اكثر شخص بتحب تسمع له شاربل؟ ليك ما في شخص لا، بس انه في شخص هيك بتحب مثلا تسمع، شو عم تحكي؟ يعني اغاني، مين اكثر شخص بيفتك هلا، ان كان من الجيل القديم او الجيل الجديد؟ ما عندي يعني، ما مش عم بسال عن شخص معين. ليك بالزمانات جربت تستضيف ريما الرحباني مثلا؟ لا، ما جربت استضيف غسان مثلا، بس انه بعثت له مسج وهيك، بس انه ما صار، رجع بعدين هيك يعني، لانه صار في انتخابات. صح، صار في بعدين انتخابات. بس ليك انا اصلا ماني من الاشخاص اللي بحبوا فنان وخلص. بالزمانات بلد، طب اكون كذاب، كنت احب راغب علامه. هلا عم بنتقل فتحت الموضوع. هلا عم عملت له نقد طويل عريض بالحلقه. لا هو يعني هو جاب الدب على كرمه مثل ما بقوله، فكنت حبه يعني، كنت حب اغانيه، كنت متابعهم. بس اصلا ما كنت يعني انه مش بس احط له السيدات طب اقول له اسمع له كل اغنيه، يعني دائما انا الاغنيه الحلوه بسمعها. فعندي كثير اشخاص يعني ما بدي اسميهم، بس انه في عالم مش مشهوره بكون عنده اغنيه حلوه بسمعها. سوري، من القديمين مثلا، من الجيل وديع الصافي، صباح، سيد فيروز. فيروز ووديع، هلا صباح كمان حسب الاغاني يعني، ماني انا ماني ام نوت ا جود ليسنر يعني، ماني يعني. لا مثلا مسرحيات الرحابنة مأثرة فيك، مأثرة بحياتك يعني؟ شوي مش كثير، انا بحب احضرهم، عم بكون صريح يعني، انا ماني هلا في منهم مش يعني بيكونوا بيقولوا لك ايه وانا عايشه، لا انه انا اصلا حضر له يمكن مسرحيتين ثلاثه للرحابنة، وهول اللي عملوهم يعني من بعد مؤخرا. انا عم بحكيك عن مسرحيات فيروز، انه حاضرهم بس انه مش انه لهالدرجه، بس انه في اغاني الحلوه هو تبع نصر شمس الدين وفيروز وهدى وهول، انه بسمعهم بس انه مش انه كل يوم بجي بحطهم. لا اكيد اكيد، هذا بالاخر ذوق. طب اذا بدنا نرجع لقصه هيدا التملق والتزلف بين يعني بالفنانين، يعني يلي صاروا عندهم ولاء لدول برا اكثر من لبنان، شو بتحس تجاه لما بتسمع هيك؟ يعني انه لكن الواحد يلي بينكر اصله شو بيكون اخر؟ للاسف انا راغب من الاشخاص، قلت لك هلا انه انا كنت بحبهم يعني بسمع لهم. هلا عنده اغاني كثير حلوه، ما في ايه ما في يعني. ما لما بدك تفصل السياسه صحيح. عن الفن، ما بس انه لما بده يجي يقول انه انا بمثلني الشيخ محمد والشيخ ما بعرف مين، مع احترامي لهم ومع محبتي لهم، وكلنا بنشوف الامارات حلوه، وامارات يعني خاصه دبي يعني لنا جنه يعني، بس انه وكلنا يمكن اذا بيجينا حدا، اذا بيجوا بيقولوا لنا خذها جنسيه ثانيه، يمكن ناخذها، مش عم نقول لا، هيدي حق كل واحد اكيد. ثلاث ارباع اللبنانيين يمكن صار معه جنسيه ثانيه، بس اجي فخط ببلدي واجي انه لا هذا بمثلني بلدي ما بمثلني، وانا اذا ما عندي علاقه، عندي علاقه من الحرير البي للحرير الابن، مرورا بنبيه بري وصولا لسامي، شفنا الصور يعني، حطيتها كمان عملت عنا، شفنا الصور، كل عندك علاقه مع كل السياسيين تاريخ. مين ما بيمثلك؟ يمكن العلاقه الوحيده اللي ما عندك هي مع الطيار ومع الرئيس، خي يقول، رح يكون جريء، قول رئيس جمهوريه ما بيمثلني، بس انا رئيس المجلس النواب بيمثلني، رئيس مجلس الوزراء بيمثلني، انه لا ما بيمثلوني. هيدي الاستخفاف في بلدنا انه عيب يعني، اول شيء وطنيا عيب، ثاني شيء اخلاقيا عيب، ومبروك عليك يعني جنسيه خدها، واذا فيك تعطينا اياها مره ثانيه، بس مش عصب بلدنا. ولا نحكي عنه هو، بس في كثير 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 يعني يمكن اخذوها بس ما حكيوا. ايه فعلا، بس انه ما حكيوا انه حقهم ياخذوها، من حقهم، في منه اخذوا اقامات ذهبيه، برافو عليهم. بس في كثير امارات برافو عليهم، عم بنقوا اذا بدك الاليت، ايه النخبه بالبلدان كلها يعني، بس انه ما سمعت انا حدا اخذ اقامه ذهبيه فقط ببلده. طب وانت شربي للفنان يلي ملتزم للاخر وطنيا وسياسيا وهيك، كيف بتشوفه؟ يعني في فنانين ملتزمين سياسيا وملتزمين يمكن حتى منتسبين سياسيا للتيار، وكل هدول التفاصيل غير التيار ايه اكيد انه منتسبين للقوات طيب يعني بكل الحالات، بس انا عم بحكي بهيدي الكاتيجوري من بالنهايه الفنان هو ما بتخسره من شعبيته شربي؟ هو بقرر يعني، في كتير فنانين، بس انت كمراقب بلا انا عم بقول لك مثل رجال الدين بدهم يحكوا سياسه بدهم يتقبلوا نقد، مش ما قلنا على رجال الدين بنحكوا سياسه بنتقبلوا نقد، نفس الشيء الفنانين يعني، مش انه اذا هو راغب علامه او زين العمر او ما بعرف مين، اذا حكي سياسه لا مش عارف عليك، لا اذا حكيت سياسه ضد الشيء اللي نحن مقتنعين فيه بدك تتقبل النقد تبعنا، او ما تحكي سياسه. في كتير فنانين ما بيحكوا سياسه، في كتير فنانين انا طلبت منهم يجوا معي ومعروف انتمائهم، بكونوا بالمهرجانات تبعوا الاحزاب، قال لي لا ما بدي اطلع احكي سياسه. حقه في كثير ممثلين حتى، مش بس فنانين، في كثير ممثلين يعني
حقهم، بس انه ما فيك تقول لي اذا بدك تحكي سياسه اذا انتقدتك انه لا ما تنتقدني ما انا فنان للكل. لا اخي انت فنان للكل، بس انه عم تحكي سياسه انا بدي اغني هيدي الغنيه بتكون للكل، بس وقت بتحكي بالسياسه بتصير عم تحكي مع طرف ضد طرف. صحيح. شربل شاركت بالانتخابات النيابيه كمراسل تلفزيوني للكو تي في، لا بدك تخبرنا عن التجربه، كيف الشغل على الارض قد ايه؟ يمكن عم بحكي عن تجربه لانه انا بحب الشغل على الارض، قديش ممتع الشغل على الارض وبين الناس وممتع. وخاصه بانتخابات وين كنت عم تغطي علي بعتقد عم تغطي علي وممتع، بس يعني اجيتكم يعطيكم الالف عافيه، يعني اللي ما بجربه ما بيعرف شو هي. يعني انا كنت عم غطي علي وانا جيت عن جاد وقلت له انا حابب ساعدكم. جاد ابو جودة جاد زميلنا وانا بوجه له تحيه اكيد، ودغري قال لي ايه اكيد انه انت من وين؟ قلت له من علي. قال لي يا عيني عليك انه علي هذا، وعملت البرمج علي. كانت حلوة يعني اكسبيرينس حلوة، قد ايه فيه شغف الشغل على الارض. ايه حلو حلو يعني، وبتحسي حالك انه قادرة توصل لاماكن وتاخدي معلومات اذا كنت شخص عادي ما بتاخديها. انه حلوة حلوة ريبورتنج، بس صعب يعني تصوري وتبعتي، وخاصة انه ما كان معنا نحن اللايف، كنا نطلع لايف من زوم، سو كل الفيديوهات نصورها دغري نفوت على الانترنت ونبعتها. صعبة، يعطيكم العافية عن جد يعني. صعبة بس ما بحس حالي أنا بكمل، إنه مثلا إذا شي نهار قالوا لي تعا مور ريبورت ما بحس حالي ما بقدر. لا هو بيقولوا يعني الصحافة والمذيع والإعلامي بده يبلش ريبورتر ليقدر يكون ستيب باي ستيب. أنا ببلش يعني سكيب تاعي. الشغل على الأرض هو شيء كثير بيعلم أشياء بالحياة. لا فعلا لا لا أكيد بتتعرض لكثير أشياء كمان بالحياة، يعني حكينا بالحلقة أنا وياك قد إيه بتتعرضوا لأشياء. أنا الحمد لله ما تعرضت لشيء، بس إنه شفناك لا أكيد بمحلات معينة كان في حساسية كبيرة، وكان جوال وجورج كلهم وقت الثورة يعني طبعا نوجههم تحية كلهم للزملاء يلي بعده حتى غير فل. حتى غير محطات كمان نوجههم تحية يعني لو لا هو العمل الإعلامي تسمى مهنة المتاعب بالآخر. صار بمحلات تليفون وكل واحد بينظر مثل ما بده وبيكتب اللي بده إياه، بس مش هذا هو الإعلام يعني. خلينا بس بيروح هيك كثير أشياء يعني، مش عم تحضر تلفزيون عم تعرفي كل التفاصيل، خلص بتعملي هالرسالة وبتغيبي يعني بصير تشوف النوتيفيكيشنز تبع الأخبار. بتكون أنت عم تركز على هذه المنطقة يلي أنت فيها صح، بدك تكون عم تعطي كل شيء عندك 100%. شو عندك معلومات لحتى توصل وتجرب تجيب معلومات، تجرب تجيب مرشحين. بعد في كم سؤال عندي ياهون. الله يستر. انتقدت هيك؟ لا كثير استفزيتك اليوم. لا ليك انتقدت كثير هيك المواقع الإلكترونية اللي بتحط عناوين جذابة لحتى تجذب المشاهدين، وبتفتح الخبر بيطلع العنوان كثير فاضي. ايه في هيدي اسلوب برايك صح يعتمد ولا ما في صح وما في غلط؟ صح انه بالنهايه هن شو فاتحين كرمال يجيبوا فيورز اكثر، صح كرمال العالم يفوتوا على الويب سايت، كرمال يشوفوا الدعايات تخبرهم كيف خبريه بتكون عن شغلتي هيدي، كرمال يشوفوا الدعايات، كل ما يفوت عالم يشوف دعايه تبين دعايه بزيدوا مصرياتهم، اكيد بده يحطوا عناوين بتشد براقه. ايه بتشد، بس انه صايرين بحطوا عناوين ما خاصه بالخبر، هيدا البشع. انه يا اخي حطيت لي مثلا ما بعرف شو كنت عم بقرا هيك مره انه ما بدي احكي شيء مش مأكد منه، بس حاطين عنوان بتفوت لجوا بيطلع غير شيء مش ذاكرينه يعني، ما بعرف يمكن غلط كانوا حاطينه ما بعرف. اوقات بيصير في غلط بالعناوين. ايوه وعلى كترتهم حكيت عنها كمان باخر حلقه، على كترتهم بتكوني مثلا شو قالت قد ما فرع عن الرئيس القادم مثلا، بتنزل هيك سكرولينج نكزه بكون في مثلا صفحه ثانيه قد ما فرع الرئيس القادم سيكون مثلا شربل ابو انطون، ما بتقعد تفوت وانك خلص تعرف الخبر يعني فبيقتلوها الخبريه. من سيكون الرئيس القادم شربل؟ ما بعرف، بينحكى كثير بسلامية فرنجيه، بس انا شخصيا الكل اللي من هذا الخط السياسي عم يقال انه هو الاقرب الى الرئيس. انا شخصيا يعني انه ما بدي اقول ضد، بس انه صراحة ما أثر فينا سلامة فرنجية، ما أثر بالطيار. ليش بدنا ننسى؟ ليش بدنا ننسى؟ يعني هلا أنا بعمل، أنا مشكلتي إنه قلبي على لساني وهيدا المطلوب، بعمل مشاكل بكره نصهم ما بقعدوا يطلعوا معي لأنه ورا لساني، بس إنه ما أثر فينا وما أثر بجبران وما أثر بالرئيس وبالنفط وما بعرف شو. هلا الشغل البوزيتيف عند الطيار اللي هن بينتقدوه عليها وعن جبران وعند الرئيس انه دائما بينسوا بحطوا على جنب وبيكملوا وبيعطوا تشانس جديده، بضل اصيل وشريف مثل ما قال عنه صحيح. الوزير باسيل بمهرجان الانتصار. اذا هيدي الاصاله والشرف هي على مرشح ثاني يعني اذا بينه وبين ستريد اكيد سمير فرنجيه، بينه وبين سمير جعجع ما في سمير جعجع بحق له يترشح اكيد سمير فرنجيه، بينه وبين حدا مش معروف شربل. بس يقال انه مفروض يكون الرئيس المقبل عنده ذات الخط السياسي يعني
في ترسيم حدود، في نفط، في ملفات كتير كبيرة وخطرة بانتظارنا، فمش مفروض يكون لرئيس حيادة ولا أكيد. أنا مش عم بفتح معركة الرئاسة يعني، بس أنا عم بسألك هيك كناقد عن الموضوع. لكن ما بعتقد بقى ولا رئيس رح يجي على لبنان، إنه الرئيس القادم إذا صار انتخابات، مع انه ما بعرف ليش كلهم بيقولوا اذا صار انتخابات، مع انه المفروض يصير انتخابات، انه في معاهده دستوريه يعني اذا ما صار انتخابات شيء غريب، نحن اذا صار انتخابات بتصير شيء غريب يعني. يعني انا مثلا مع البطرك انه ينتخبوا الرئيس قبل بشهر يعني كله قايم عليها، لا بالعكس انه هذا شيء دستوري. الفراغ بخوفك؟ الفراغ بخوف، بخوفني وبخوف الكل الفراغ. هلا يبدو ما فيش مش بخوفني لانه يعني حدا تاني مش مسيحي بده يسن البلد، بس بخوفني لانه لا في رئيس ولا في حكومه وبكره عندك استحقاقات كثير كبيره، انه مش لانه رح يكون مستلم البلد سنه او رح يكون مستلم شيعي، مش من ناحيه بخوفني. اكيد لازم يكون في رئيس، مع انه ما بدنا الرئيس يعني شو هي صلاحياته يعني، بس انه في رئيس بعبي صحيح بيعبي. بس كنت عم بقول لك انه ما بعتقد الرئيس الجاي مين ما كان يكون رح يقدر يتنازل عن الثوابت الوطنيه، عن الاشياء حتى مش هون يعني، عم نحكي من الخطوط البحريه للترقيب عن النفط للتدقيق الجنائي. هلا كيف بعرقلوه كيف ما بعرقلوه، بس انه هول بدهم يكملوا مين ما كان الرئيس، ما رح يقدر يتراجع قدام التوطين ودمج النازحين السوريين يلي عم ينحكى عنه بكثره كثير كثيره هلا. اي للاسف يلي بدها اياه الدول كلها، دمج النازحين باماكن يعني تواجد. العالم ما غريب انه مش شايف هالشيء، انه بعضهم ما بيصدقوا، بعضهم بيعتبروها انه لا هي خبريه مثل خبريه التوطين تبع الفلسطينيه، بس هي اساس المشاكل. مع انه طلعوا وان اعلنوها شخصيا يعني بالكسال طبعا اعلنوها انه نحن مع انه يندمجوا، ما بعرف ليه اصلا انه شربي مش بلدنا بلدنا مش جنه. ما بعرف عشر دقائق بدي اسالك كذا شغله بعد. مين الشخص اللي حابب تستضيفه كثير هيك وعبالك انه يكون ضيفك؟ هيك في كثير، بس انا هيك سمي لي اسمين ثلاثه اربعه قد ما بدك. مثلا من بنزل الممثلين يوسف حداد مثلا. وانا كمان من الناس اللي عبالي استضيفهم يوسف حداد. كلنا عبالي يوسف حداد. من مثلا مش من خطنا السياسي. شو ليه بك تقول شيء ضحكت؟ لا لانه هلا بيقولوا كيف مش من خطك. سالم زهران. انه ايه ما نوتت من خط السياسه، سالم زهران من خط نبيه بر السياسه. بالعكس انا بحب استضيفه، بس ما بعتقد صعب عليك تستضيفه. لا مش صعب، ما جربت بعد، بس انه بعتقد سالم لذيذ يعني، هيك كلهم بيقولوا للشباب يعني. سو لا عم بقول لك مين. انه في كثير يعني عن جد يعني، في حتى اعلى انه، بس ما بدي اقول، بركه طن الفكره براس حدا غيري ياخذهم قبلي. ايه لا 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 فلا عم نشغل هيك على رواق. ففي كثير بوجه لهم تحيه كلهم، واللي بدي استضيفهم كلهم. ايه وهن كمان. في كتير ناس اصلا بيطالبوك على السوشيال ميديا انه استضيف لنا فلان، استضيف لنا فلان، تاخذ براي الناس خاصه هم من الاو تي في. ايه يعني نانسي وريتا وجريس كلهم رح يستضيفوا، رح يحضروا بس كل شوي ورا بعض. ايه الكل انطلب انه تستضيفهم. ايه ما وقت حطيت انا مين ضيفي على الاو تي في كلهم، يا ريتا يا ناتالي يا نانسي يا جريس يا الكل فعلا. شربيل بعد في كمان كم شغله بدي اسالك عنهم. كنت عم هيك عم تمرق مساجات عن الاعلاميات ويلي يسرقون الاضواء ويخطفون الانظار وكل هيدا التفاصيل، شو رايك باعلاميات واعلاميين هيدا الوقت؟ اي عم بحكي عن التلفزيون، انا مش سوشيال ميديا. ليك للاسف في كثير منيح في كثير مش منيح. هلا بنط واحد بيقول لي مينك انت تعطي رايك، انا عم بعطي رايي كمشاهد. في انت عندك برنامج ناقد سياسي كمشاهد، ما بدي انسى لانه هيداك رح يقولوا لي. انا كمشاهد في عالم لو غير خط سياسي بس انه بقعد بحضرهم، بحسهم بيحترموا الضيف. اوكي بيسركوه شغلتهم يزركوه بس بيحترموه. مين بتحب تحضر تشوف اكثر شيء؟ ادما وناتالي وريتا. لا لا ميرسي، لا مش هيك عم تجاملنا، مش هيك بدنا. على غير محطات؟ انا لا مين اذا بدي خيرك، انا مثل ما انت خيرتنا، مين الاعلام الاول برايك يلي هيك يعني بتحس بفرح او يعني انك بتكتسب معلومات او بتحس في اسلوب هو عم بيحاور؟ ليك ما بدنا ننكر انه مارسيل غانم اعلامي ناجح جدا ومحظور جدا. هيدي قصة الأول والثاني يعني، في عالم بشوفوه هو الأول، في عالم بشوفه عماد برمل الأول، في عالم بشوفه شرب أبو أنطون الأول، كل الناس بشوفه حدا الأول. هيدا في عالم ناجحة وفي عالم مش ناجحة. أنا مثلا ما فيك تقولي عن مارسيل غانم منه ناجح لو ما بأيده يمكن 5% من
افكاره. بس هيك مره كان عم يحكي شغله عن قصه ال عن قصه السيلولير، انا عملت لها شير وقتها كان هاجم عليهم عن قصه ال $500 اللي اخذها. ففي اشياء انا ما عندي مشكله، يعني ما بحكم على واحد بس لانه من غير رايي، اذا حكي شيء منيح شي انا باخذه ما عندي مشكله فيها. حتى في كثير اشياء ب 14 اذار انا كثير انه انا معه، بس انه مش شغلتي انا ضو عليها، ضو عليها هن مثل ما قلت لك معهم مصاري وبيقدروا شو اعلاميين يشترون ويضو عليها. في عندك عماد مرمى بحب احضره، هلا المشكله انه ما بحضرهم كلهم وبحضر صار صايرين هلا صرنا نلحق الضيوف، يعني البرنامج صاير انه فبنلحق الضيوف. بالضيوف في اكيد غسان صعود بتلحقيه، في ضيوف اوقات ما بتكون بتعرفيهم عن جد بشدوكي مثلا، ف ايه انه انا اكثر شيء هول الاثنين. في اكيد شو اسمه الصحفيه عزيز على سوري نسيت اسمه، ندى اندراوس، ندى اندراوس عزيز على ال بي سي كمان بتشد كثير. طب هذا جديد كمان برنامجها كمان بتحس انه بعدك بس تحضر تلفزيون ال بي سي بتحسه موضوعي اكثر من غيره؟ يمكن اكيد لا بيصير على موضوعي اكثر من غيره، مع انه اوقات بيشطحوا يعني بتشوفي عم يروقوا شو هيدا فجاه بيعملوا لك ريبورتاج مثلا اف بتحسيهم او تي في يعني. بس بعضهم يعني عندهم كريديبيليتي اكثر من غيرهم بكثير بكثير يعني كثير. عبالك شي مره تستضيف الست ماجي فرح؟ اكيد دقيت لها مره بس كان وقتها راس السنه، قلت لها انه راس السنه انه راس السنه انه سوري يعني بتكون اكيد عندك شوي يعني. ايه بس بعدين انه بعدين فتنا بجو انتخابات، يعني مع انه الريتنج نزل جو الانتخابات بس انه مجبوره ما فيك ما تكون هلا يمكن بتقدر تنقل. هلا صيفيه كمان نصهم صيفين وهيك فعم نجرب يعني هيك الموجودين هون. فكرت شربي شي مره تعمل حلقات خاصه بالتربيه، خاصه بالمشاكل الاجتماعيه، خاصه بالتوحد، بالذوي الاحتياجات الخاصه، بمواضيع هالقد انسانيه؟ لا بعد، بس فكرت اعمل حلقات يعني مش سياسيه ومش فنيه، يعني مثلا مثل مره عملنا حلقه عن ال يعني إذا بدك عن الميديا وعن الإعلام والإعلان كيف منسوي الإعلام؟ إيه إنه كيف وكيف كيف عملوا كيف صارت الحملات الإعلامية وكيف كذبوا على العالم وكيف ما كذبوا على العالم، وهيدي كانت مثلاً إذا بدك عطين للبراند أكبر ما هو بيستاهل دعاية دايماً. إيه يعني حكينا فيها مع دكتور نجاة حريري، نجاة حريري أعتقد بعتقد اسمه، بتشتري البرودوي لأنه الدعاية هالقد قوية وهو بيطلع ماشي البرودوي. ففي في حلقات بدي أعملها سبيشل مثلا، إنه في مثلا بدي أعمل هلقة لازم قريبا عن الكريبتو عن كل ديجيتال صح في حلقات في كذا حلقة هيك شوي هيك مهضومين، يعني نكسر شوي الروتين تبعو السياسي وأكيد بفوت شوي أكثر التمثيل وفن وهذا هلا مع الموجودين مع اللي بيقبلوا يعني بالنهايه انا لانه اسمه صار لازم سياسه. مين بتحب تستضيف من الفنانين؟ اكيد رح تحكي معهم سياسه مش رح تحكي بس فن يعني. فيهم اذا بده مثلا استاذ سامي خياط قال لي ما بدي كثير احكي سياسه، سو كانت اذا بدك 90% 90% ما كان حكي سياسه هيك بالمجمل ما فيك بالنهايه انت عايشه بالبلد. لكن في كثير يعني في كثير احكي عشان شرب الاسكندر حكيته في كتير يعني ما بدي اقول اسامي انسى عالم يعني في عالم عن جد حكيتها بس انه مثلا اكيد اكيد بحلم انه مثلا قابل فيروز يعني قابلها مش انه عامل مقابله معها فانا اكيد كلنا عندنا حلم انا نشوف كثير كليشيه يعني بس او زياد الرحباني مثلا انه اكيد بس انه هل بقدر ما بعرف ان شاء الله شي نهار ليش لا. اذا بدي اطلب منك تنقي ثلاث اشخاص توجه لهم رسائل مين بتنقي؟ هيك لازم تقولي لي قبل هيدا ليه؟ انا بدي افكر فيه. لا معك وقت بعد تفكر. نعم طيب بيطلعوا بريك لا مش ضروري سياسيين، سياسيين فنانين اعلاميين مما بدك انت. لا انا سياسي اختصاص سياسي. انت نقي ثلاث اشخاص ووجههم للسياسة. انا رح اطلب شخص واحد منهم ان هو يكون الرئيس لعماد بشار عون والاثنين الباقيين يعني. واثنين الباقيين انت نقيهم. للجنرال رح اطلب منه قبل ما تفل من القصر وترجع على الرابية بدي أطلب منك تشتغل على إعلام الطيار. أنا قلت له إياها لما آخر مرة شفته وبرجع بقول له إياها من هون، ما بعرف إذا عم يحضرنا أو مش عم يحضرنا بس أكيد المستشارين تبعوله عم يحضرونا. اشتغل على إعلام الطيار اللي كلنا نحلم فيه واللي صار وما تخليه يفرط. ما بقى في احكي كفي. الرسالة الثانية رسالة الثانية لمين بتنقيها تكون؟
بنقيها لشباب القوات، بدي اقول لهم انه انا بنتقد رئيسكم، انتو في اصدقاء وفي احباب وفي اقارب عايش معهم وبحبهم وبحبوني وبخدمهم من هالعين قبل هالعين وما بقصر بشي وهن ما بقصروا بشي. فمش كل واحد انتقد زعيمكم تبلشوا مسبات وتبلشوا تهجم وتبلشوا هول التنمر. التنمر ايه التنمر، هلا فينا نحكي نختصر بالتنمر. نحن عم نحكي، انا شخصيا عم بحكي سياسه، بدكم تنتقدوني بالسياسه، غير هيك ما تغلطوا، يعني غلطه بتكون من قبلكم اذا بتنتقدوا بغير سياسه، لانه بالنهايه اذا تعرضتوا للشخص بالخبيط او بالتهديد او بالسلاح او بالهيدا، مع انه بعد ما صارت معي ما حدا يفكر هلا انه صارت، هيدي بتزيد الشخص قناعه وبتزيده تيسنه، وخاصه الشخص مثلي بتزيده بعد يصير اجريسيف اكثر. الاختلاف السياسي مطلوب شرعي، بس بالاخر نحن كلنا عم بيجمعنا وطن واحد وما حدا فيه يلغي حدا بهيدا البلد، وهيك اثبتت كل الايام وكل الاشياء اللي صحيح. صحيح صحيح، هذا راي سياسي، بدل ما اقوله انا بمجتمع صغير بقوله انا على منبر. في عندكم كثير عالم عم بيردوا علينا، يعني انه مش انه مقصرين. اخر شيء مين بدي اقول؟ بدي اقول نداء لسعد الحريري، الشيخ سعد الحريري، دخيلك ارجع، طلع عندك نواب بدل نوابك، يعني شيء بينرفع الراس فيهم، يعني شو بدي اقول لك؟ فالله يرضى عليك، شوف كيف بدك تحلها مع السعوديه وارجع على لبنان، تقول النواب الصدفه هلا يرجعوا على بيوتهم الانتخابات الجاي ان شاء الله. واصلا بنحب نشوفك بلبنان لانك انت بتمثل كمان، لو ما بتفق معك سياسيا ولو بتهمك مليون اتهام للحريريه السياسيه منك ومن بيك، بس بالنهايه انت شخص بتمثل بالشارع السني، والشارع السني بين انه بلاك طلعنا فرافير ما بعرف من ايش، فبدنا نرجعهم على بيوتهم الله يرضى عليك. البولينج هو اخر موضوع بدي احكي فيه، تعرضت كثير شربي للتنمر؟ على السوشيال ميديا، يعني انا شو بتعرض للتنمر؟ شوف حالك كرشك؟ ايه كرشك ما بعرف شو، انا كل واحد بدي اقول له شغله، كرشي اول شيء بقدر اعمل دايت شهرين ثلاثة وانا ماني موديل يعني ايه ماني موديل، بس لا انه انا بقدر اعمل دايت شهرين ثلاثة بروح، بس انت اخلاقك وعقلاتك شو فيك تعمل فيهم؟ لا دايت بفيدك ولا فيك تعمل شيء، يعني هول يعني فرق، هول الفرق، يعني انا بقدر اظبط حالي انت ما فيك تظبط حالك، فما له معنى البولينج. بس كمان نفس الوقت مثل ما قلنا قبل البولينج عم بيأثر شربي على كثير ناس وعم يدفعهم لمحلات كثير مزعجه، ما هيك اذا تخطى حدوده يعني عم يعوزوا بسيكولوج وبسيكياتر وايمات عم يودي للانتحار. يعني انا بعتقد كل واحد لازم يكون متصالح مع حاله، يعني انا متصالح مع حالي بس مش متصالح مع تيابي، انه هن المخرج انا بفرجي لك كرشك اصدر على هوا لحد وين هو، فما عندي مشكله بس برجع انه مشكله العالم بتحمل، بس بقول لكل شخص عم بيتعرض للتنمر بتختلف بين كل شخص عم بيتعرض للتنمر لك من اخر همك، يعني ما كان بدي اقول هذا مثل شو اسمه مثل اجرك، بس انه ما بدي اقوله ما يعني انت مهم انت تكون مقتنع بحالك متصالح مع ذاتك مع حالك وكله، يعني هن برجع بقول لك كل شيء عم بيتنمروا عليه بتصلح الا هن اخلاقهم ما بتتصلح. شربي الكلمه اخيره حابب تقولها قبل ما نختم معك، وانا بدي اتشكرك على الحلقه اللي كانت كثير مهضومه ولذيذه وخفيفه. انا بدي اتشكرك على الاستضافه كمان، انا اول مره بطلع من الاو تي في، طلعت برنامج الصباح طلعت مع يوم جديد مع زميلنا بس هيك سياسي وهيك، يعني هونيك ما كان في سياسه، ممنوع نحكي سياسه، فكسياسه هون اول مره. بدي اتشكركم كلكم، بدي اتمنى لكم كلكم يعني الصبر، لان بعرف قد ايه صابرين كلكم، كل الستاف الاو تي في، وان شاء الله كل الامور بتصير احسن ان شاء الله يا رب على الكل. بتشكرك شربيل على امل انه يكون في لقاءات مقبله ومن نجاح لنجاح ببرنامجك كمان. مشاهدينا انا بدي اتشكر متابعتكم، بلتقيكم الاسبوع المقبل كمان من هلا لوقتها، تابعوا بقيه برامج الاو تي في والى اللقاء.